نروح لمدرب نادي إشبيلية الإسباني اللي بالفعل لم يتمالك نفسه وبكى بشكل غريب جدا بعد فوز فريقه على إنتر ميلان في المباراة النهائية لمسابقة الدوري الأوروبي. رصدت الكاميرات المدرب الإسباني وهو بيبكي بمنتهى الحرقة عقب نهاية المباراة، طبعا بعد ما انتهى الشوط الثاني بفوز فريقه الأندلسي بنتيجة 3-2، وده بعد الإخفاقات والضغوط اللي كان بيتعرض لها خلال الفترة الماضية، خصوصا بعد ما أقيل من منصبه كمدير فني لمنتخب إسبانيا قبل يومين بس من انطلاق نهائيات مونديال روسيا 2018. ده كان بسبب تعاقده مع ريال مدريد. طيب تعاقد مع ريال مدريد، فشل معاه فشل ذريع لدرجة ان هم اضطروا لإقالته بعد 4 شهور فقط من توليه المسؤولية، لكن الدنيا ابتسمت له مرة تانية بعد توليه قيادة إشبيلية في 2019 وتوج معاه بالدوري الأوروبي. وقتها بقى حس برد الاعتبار. تعالوا نشوف احنا وكل حضراتكم الفيديو ده، اتفضل. الفيديو اللي جاي معانا او تقرير